بدأت المفوضية الأوروبية الطريق لإجراءات العجز العام المفرطة ضد 7 دول في الاتحاد الأوروبي. أكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات تشمل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمجر بالإضافة إلى بولندا وسلوفاكيا ومالطا، مضيفة أن هذه الدول التي تجاوزت العام الماضي حد العجز الحكومي بالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي سيتعين عليها اتخاذ إجراءات تصحيحية للامتثال لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي في المستقبل تجنبا للعقوبات المالية. أكد بنك إنجلترا أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند 2%، وذلك في مايو الماضي منذ ما يقرب من 3 سنوات. وأكد بنك إنجلترا أن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تضخم أسعار الخدمات بلغ 5.7% بانخفاض عن 5.9% في أبريل، لكنه لم يتراجع كثيرا إلى 5.5% كما توقع خبراء الاقتصاد. مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا وهدوء حدة تداعيات الأزمة الأوكرانية، أعلنت بريطانيا عودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2% في مايو الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من 3 سنوات. ورغم إيجابية النبأ، إلا أن بنك إنجلترا يرى أن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة، إذ جاء الانخفاض الأخير في التضخم مدفوعا بتخفيض فواتير الطاقة المنزلية في شهر أبريل، وهو التأثير الذي يرى البنك أنه سوف يتلاشى في وقت لاحق من هذا العام، متوقعا أن التضخم سوف يرتفع مرة أخرى. وبحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز للأنباء، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبدأ بنك إنجلترا في أغسطس المقبل بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 16 عاما عند 5.25%، بينما تعتقد الأسواق المالية أن أول خطوة للبنك ستكون في سبتمبر أو أكتوبر على الأرجح. إذن هو تفاؤل حذر، أو ربما تفاؤل محفوف بطاقة تشاؤمية نابعة من إدراك واقعي بحقيقة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بريطانيا، سادس أكبر اقتصاد في العالم، والتي لا تزال تخوض حرب بقاء منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، وما تبع ذلك من تطورات كانت لها انعكاسات واسعة عليها، بداية من جائحة كورونا مرورا بتداعيات الحرب في أوكرانيا ووصولا لأزمة الطاقة وتكلفة المعيشة وانفجار معدلات التضخم، مع تعطل سلاسل الإمدادات بفعل التوترات والصراعات متعددة الجبهات في العالم، لتبقى الأيام القادمة شاهدة على ما ستصل إليه أرقام الاقتصاد البريطاني. أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض خلال التداولات بفعل خسائر شركات العقارات والتكنولوجيا، في حين دعمت مكاسب شركات التعدين الأسهم البريطانية مع احتواء أثر بيانات التضخم. هذا وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا بنحو 0.2%، مع هبوط مؤشر قطاع العقارات 1.2%. أيضا مؤشر أسهم التكنولوجيا هبط بنسبة قدرها 1.1%، فيما حقق مؤشر أسهم المواد الأولية أفضل أداء له ما بين القطاعات بعد صعوده 0.6%، وذلك بفضل انتعاش أسعار المعادن، فيما عوض المؤشر فاينانشال تايمز 100% البريطاني عوض خسائره في وقت سابق من جلسة تداول، وأغلق على ارتفاع بنحو 0.2%. في أسواق البترول العالمية مشاهدينا، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 7 أسابيع بعدما فاق تأثير التفاؤل إزاء الطلب في الصيف، وأيضا المخاوف من تصاعد الصراعات على تأثير تقرير ذكر أن مخزونات الخام الأمريكية زادت على غير المتوقع.
هذا ارتفعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة بلغت 0.3% مسجلة 85.53 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.3% مسجلة 81.60 دولار للبرميل، فيما زادت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.82% مسجلة 2.52 دولار للتر. وصلت الارتفاعات أيضا فيما طالت أسعار الغاز الطبيعي التي سجلت ارتفاع بنسبة قدرها 1.22% لتصل إلى 2.82 دولار، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت صحيفة صينية عن أن شركات صينية لصناعة السيارات تحث بكين على زيادة الرسوم على السيارات الأوروبية المستوردة التي تعمل بالبنزين ردا على قيود فرضتها بروكسل على صادرات السيارات الكهربائية صينية الصنع. في المقابل قالت المفوضية الأوروبية أنها تدرس الوضع بهدف مناقشة إمكان التوصل إلى حل مقبول من الطرفين. جاء إعلان المفوضية الأوروبية في 12 من يونيو أنها ستفرض رسوما لمكافحة الدعم بنسبة تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتبارا من يوليو، في عقب تحرك الولايات المتحدة لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الصينية في مايو الماضي.